سائلة تقول: هل تتزوج السلفية من عمي؟ تقول: لعل الله يهديه على يدي. الوصية هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإذا رضيت الدين والخلق فلا بأس إنه تتزوج. ودائما يا أخوانا الناس يركزوا على مسألة الدين والأخلاق، الدين والأخلاق، لأنه بعد الزواج، بعد الزواج إذا كان موضوع بتاع شكل عرفته أو حسب أو غيره من الأمور الدنيوية في النهاية بيزول. أما مسألة، لأنه الزواج ده يا أخوانا بعدين بيكون فوقه ضوائق، الزواج ده ما بيمشي لك عادل، أسأل مجرب، في ضوائق وفي عقبات بتلاقيك، وفي بعض مرات زي ما بقولوا تقاطعات بتحصل، عرفتها؟ هي داير أمر وإنت داير أمر، فلا بد يا أخوانا يكون في دين، ها، والمرأة تعاملك بدين وإنت تتقي الله فيها وتعاملها بدين، وهكذا. وقد وصى بذلك الكتاب والسنة. عشان كده شوف من البداية أمر الدين من أهم الأمور. من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لدينها، لجمالها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام.